بسم الله الرحمن الرحيم، وأزكى صلاتي وسلامي على الرحمة المهداة. عدنا والعود أحمد، وعلى درب الفلاح بإذنه تعالى سرنا، والسير أنفع. في صبحية متجددة اليوم الثلاثاء الثالث من شوال 41/400 هجرية، الموافق للسادس والعشرين من ماي 2020 ميلادية، هذه الصبحية العطرة لبها هو تقديم الدرس 43 والذي يهم مكون الإملاء في موضوعه الدعم والتثبيت العام، ولهذا الدرس هدف ينتظر من المتعلم والمتعلمة أن يكتسباه عند متم هذه الحصة، ألا وهو دعم وتثبيت حصيلة المكتسبات المتعلقة بدروس السنة الدراسية. إذن تلامذتي الأخيار، أبدأ بعرض الأنشطة المرجو منكم إنجازها بشكل منظم كما عودتموني على ذلك. إذن السؤال الأول، أتمم الكلمات الآتية بكتابة التاء المناسبة، إما مربوطة أو مبسوطة. إذن لات هذا فعل، جنات جمع تكسير، زكوات جمع مؤنث سالم، محاباة على وزن مفاعلة. إذن أنتم تملؤون الفراغ بما ترونه مناسبا من تاء صحيحة. أما السؤال الثاني فهو على الشكل التالي، أكمل بهمزة مناسبة، متوسطة أو متطرفة. إذن يؤدي المؤمن واجباته الدينية ابتغاء مرضاة الله تعالى. إذن تملؤون الفراغ بالتاء المناسبة حسب القاعدة الضابطة. في حين السؤال الثالث، أصحح الأخطاء الواردة في الجمل التالية، ابن تشافينا وخالد بن الوليد وعلال بن عبد الله أبطال. إذن الأخطاء هنا تخص كتابة ألف ابن، إما بحذف الألف أو بثبوتها. الجملة الثانية، رأيت ابن الراعي راعي في المرعى وراء شاة. إذن تحاولون أن تستخرجوا الأخطاء ثم تصححونها تصحيحا تاما. الجملة الأخيرة، ذلك اللاعب يمتلك قدرات هائلة. إذن تكتشفون تلامذتي هذه الأخطاء وتحاولون تصحيحها تصحيحا تاما حسب القواعد الضابطة للظواهر الإملائية التي درستموها. مع السؤال الرابع، أملأ الفراغ بألف لينة مقصورة أو ممدودة مناسبة. إذا الكلمة الأولى ملتقى، هذا اسم، رؤيا اسم، سما فعل، تناجى أيضا فعل، ورمى فعل، والمنى اسم. إذن تكملون الفراغ أو تكملون الكلمات بالألف اللينة المناسبة حسب القاعدة الضابطة للألف اللينة المقصورة والممدودة. مع السؤال الأخير، أستخرج الكلمات الصحيحة مما يلي. لديكم كلمات أنتم تستخرجون ما ترونه صحيحا. إذن المبيت على حسب كتابة، هل هي مربوطة أم مبسوطة؟ ابن، هل تكتب همزة قطع أم بهمزة وصل؟ الحياة، هل تكتب بتاء مبسوطة أو مربوطة؟ عمرو، ماذا ينقصها؟ هل هي صحيحة أم هي تكتب على هذا الشكل؟ طه، هل تكتب على هذا الشكل؟ وعلامة، هذه أداة استفهام، هل تكتب بألف أم بدون ألف؟ تلامذتي الأخيار، وصلنا إلى منتهى هذه الحصة، فيرجى منكم أن تحرصوا على إنجاز الأنشطة الداعمة إنجازا مركزا ومنظما حتى تعم الفائدة أكثر. تحاولون استثمار القواعد الضابطة للظواهر الإملائية التي درستموها، الهمزة المتوسطة والمتطرفة، التاء المربوطة والمبسوطة، ألف ابن ثبوت وحذفها، وكذلك الألف اللينة المقصورة والممدودة، وبعض الكلمات الشاذة على حسب كيف تكتب. إذن هذا وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمن نفسي من الشيطان، وما كان من توفيق فمن الله سبحانه وتعالى،
واستودعكم الله الذي لا تضيء ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.